اهلا بحضراتكم مره تانية. بصوا بقى، احنا هنتكلم على مكان الصوت في التصميم العمراني. ماشي، يعني ايه؟ والله ما اعرف وهحاول افهم. طيب، انا كل علاقتي بهندسه زي ما انا سبق وذكرت قبل كده، انا راجل ساقط اعدادي هندسه، فبحاول اجتهد في فهم كل اللي هيقوله الفضليات اللي موجودين معانا. خلونا نرحب بدكتور نهى جمال سعيد، استاذ مساعد بكليه الهندسه جامعه عين شمس. اهلا وسهلا، منورانا. اهلا بحضرتك، ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. فرح وليد بكالوريوس العماره ومن اعضاء الفريق. ازيك يا فرح؟ عامله ايه؟ كويسه؟ باشمهندسه فرح، صح كده؟ والباشمهندسه ندى بليغ بكالوريوس العماره ومن اعضاء الفريق. ازيك؟ منورانا. انتوا قلتوا لي بقى انتوا كده نص التيم ولا اقل من نص التيم؟ اقل من نص. انتوا التيم كام حد؟ خمسة. وكلكم بنات؟ مظبوط. مفيش واحد خالص مضطهد دايما؟ يعني الفرد المضطهد ده مش موجود، انتوا اضطهدتوا بالجمله، احنا بنات بس. طب انا هستاذنكم ارجع الاول لدكتور نهى، هو يعني ايه مكان الصوت في التصميم العمراني؟ الصوت اهو. بص، هو الموضوع قصته يعني معايا انا طويله شويه. مبدئيا هو مينلي الترجمه هي الساوند سكيب، تمام؟ ازاي الاصوات في المدينه بنسمعها، وازاي بنعمل لها كواليفيكيشن، وازاي نقدر ان احنا نقيمها وهكذا. احنا الماده دي اسمها اللي هم شاركوا فيها اسمها Outdoor Noise Propagation in Built Environment، وهي مينلي ليها علاقه بالنويز ومستوى النويز في المدينه، واحنا ازاي نقدر نقلله. المادة دي الضجيج أو الصخب، بالظبط كده، بالظبط الضوضاء. احنا المادة دي بدرسها مع دكتور مصطفى رفعت. هو دكتور مصطفى رفعت هو أركيتكت أكوستيشن، يعني متخصص في التصميم الصوتي للمباني. وبعدين أنا بقى لما دخلت معاه فقلنا احنا ازاي نغير التصميم بتاع المادة ذات نفسه، ازاي ان احنا نعلم الطلبة ان هم مش بس يقيسوا الليفل، ولكن أكتر يسمعوا، يعني ازاي ينقضوا كمان قبل ما يعملوا عملية intervention في الساوند سكيب اللي موجود دلوقتي، وازاي يحسنوه بحيث ان هو يبقى فيه نوع من الكواليتي، مش بنتكلم على كوانتيتي يعني بس، قبل ما يعمل التداخل ويعمل تحسين. بالظبط. اوكي، الفكر ده كله هو بقاله فترة، يعني احنا بنحاول ندخله في الكلية، في كلية هندسة. وده طبعا انا بشكر فيه زمايلي يعني جدا جدا، يعني عملنا. انا اصلا درست في فرنسا، والحلو قوي في كليات العماره في فرنسا هي بتتبع السكول اوف اركيتكتشر، بتتبع وزاره الثقافه، ففي جزء كبير جدا منه فني، تمام؟ فاتعلمت في معمل في السكول اوف اركيتكتشر في جرونوبل، اتعلمت في معمل اسمه كريسون. انا اخويا الكبير كان جرونوبل، بس كان رياضه بيور ماتماتكس. هي على فكره جرونوبل هي مدينه فعلا يعني فيها بول جامعي كبير جدا قوي. فكريسون يعني ريسيرش سنتر اون ساوند سبيس اند اوربن انفايرمنت، بيتكلم مينلي على الساوند سكيب، تمام؟ فمنها عملنا كذا بقى ورك شوب بعد ما خلصت البي اتش دي، عملنا كذا ورك شوب بين مصر وبين فرنسا. وبصراحه الطلبه طول عمرهم هايلين، انا فخوره بطلبه مصر. مصر بجد بجد جدا، يعني اولا هم انتر اكتف اذكياء جدا، الافكار بتاعتهم حلوه جدا. بعد ما عملنا الكذا ورك شوب دي، بدات الساوند سكيب تبقى ماده فعلا بتتدرس في الكريكولم بتاع الطلبه، تمام؟ حلو. فدي طبعا حاجه انا بشكر فيها جدا زمايلي، لان بصراحه التيم اللي ماسك الادمنستراتيف تيم اللي ماسك الكليه اوبن مايندد جدا. بعد كده حصلت زيارات من سياده العميد دكتور عمر الحسيني. طبعا هو اصلا دكتور عمر الحسيني هو اصلا انستيتيوت دوربانيزم دو باري، فهو عارف الكالتشر الفرنساوي وساعد جامد جدا في الموضوع ده. عمل زياره يعني لينا، وقابل برضو الناس اللي هم بتاع الويك اوف ساوند اللي هو كريستيان اوجوني، وعملنا اعداد جميله جدا قبل بقى ما كل الكلام ده يبتدي. جينا طيب. بقى لا كملي. جينا بقى السنه دي، فقلنا بقى ايه، واي نوت ان احنا نشارك في المسابقه دي. انا معايا في الماده دي، معانا برضو كمان باشمهندسه رنيم، طبعا اتبهدلت معانا يعني اشتغلنا اتفحتنا كلنا. قلنا ليه ما نقدمش في المسابقه، يعني ليه ما نشاركش؟ بس طبعا كان في بقى مشاكل، لان احنا الكالندر بتاعتنا غير الكالندر بتاعت فرنسا. هم ليهم اوقات واحنا لينا اوقات. صح. فطبعا المنسقين بتوع البرنامج دكتوره مروه ابو الفتوح ودكتور اشرف نسيم، انا بشكرهم جدا، يعني ساعدوا جامد قوي ان احنا ازاي نادبت الموضوع بحيث ان يبقى في اوقات تسليم متناسبه مع كمان الطلبه، لان هم كمان بكالوريوس، فاللود بتاعهم تقيل
والديزاين برضو كمية كبيرة جدا، يعني واخدين يعني amount of design project كبيرة جدا. فقلنا why not ان احنا ازاي نعمل alternation كده او نغير في مواعيد التسليم بحيث ان هم يقدروا يسلموا. وفعلا جينا بقى بعد نص السنة عملنا بقى intensive workshop، قعدنا بقى في الكلية بقى طحنتوهم. اه والله، وانا كمان اتطحنت معاهم بجد، كنت بقعد 11 بالليل في الكلية. ندى اتطحنتوا؟ يعني صراحة يعني دي حقيقة. يعني احنا كنا فعلا، احنا كنا غير النزول السايت والمكان اللي احنا عملنا فيه المشروع وكده والتصوير والتسجيل، ده غير ان بعد كده الشغل بقى اللي هو الفيديو والبرودكشن بتاع الفيديو اللي احنا عملناه وكده. وزي ما الدكتور قالت فعلا احنا جينا في الاخر احتاجنا نعمل يعني وركشوب وكده، ففعلا يعني عشان نلحق نسلم في الميعاد بتاع المسابقه وكده اللي هو ما كانش ماشي معانا قوي مع يعني مواعيد الشغل بتاعتنا في الجامعه وكده. بس يعني الحمد لله يعني قدرنا ان احنا هي عدت. فرح، ايه بقى البروجكت اللي انتوا سلمتوه؟ هو اللي احنا عملناه ان احنا رحنا شفنا مكان موجود، مكان الناس بتقعد فيه، وشفنا ايه الاصوات الموجوده فيه، وازاي احنا ممكن نعمل اماكن ان الناس تتكلم فيها ويقعدوا مع بعض ويتعاملوا مع بعض. فاحنا قلنا لقينا مكان عادي جدا الناس بتتجمع فيه زي القهوه. وبعدين رحنا قررنا ان القهوه فيها اصوات كتيره قوي، عندك الناس بتتفرج على الماتش وبيسمع مزيكا والناس بتتكلم، ففي دوشه كتير والناس بتعرفش تتكلم على زي ما احنا عايزينهم. فقررنا ان احنا ممكن ندخل انترفنشنز زي اصوات طبيعيه زي الميه والاشجار والحاجات دي، حاجات مش موجوده في المكان، فده يعمل اماكن اهدى شويه الناس تقدر تتكلم. وفي نفس الوقت عملنا اماكن الناس تقدر انها برضه تحافظ على الحاجات اللي هي بتعملها ويتفرجوا على الماتش، ولكن يعني تبقى متحوطه مثلا بشجر فيبقى الصوت باين بالنسبه لهم وكده. يعني دي طبعا صور من بقيه التيم، لكن انا مش شايف صور من البروجكت يا جماعه، انا عايز صور من المشروع. طب هنا هرجع تاني لدكتور نهى، يعني ايه حطيتوا اصوات طبيعيه فبتخلي الجو يعني هو لما انتوا حطيتوا اصوات طبيعيه الناس بدات صوتها يوطى، ولا الاصوات الطبيعيه بدات تمتص الضجيج ده، ولا ايه يعني ايه اللي حصل؟ هي الفكره انا مش مهندس. طيب انا الاول هتكلم على اختيار الاماكن، لان هم مش الجروب الوحيد اللي سلم. احنا قدمنا 6 بروجكت في المسابقه دي، وكل واحد كل مجموعه اختاروا اماكن. انا بصراحه كنت منبهره بالمدى اختيار مدى جوده اختيار الاماكن. تمام، هم اختاروا السبيس كازوزا، وده هو عباره عن سبيس ده اللي بنسميه ليفت اوفر، او مكان هو المفروض ان هو في المخططات العمرانيه هي جرين سبيس، بس هو مستخدم حاليا الصبح ما فيش اي حاجه خالص. بالليل بقى القهاوي اللي وسط السوق بتاخد المكان ده، هو مرفوع سنه يعني هو اليفيتد، وبيبتدوا يحطوا كراسي وكده، بلاتفورم اه بالظبط كده زي بلاتفورم، وبعدين بيحطوا كراسي ترابيزات، فشباب بقى مكان شبابي جدا وحلو جدا. وفي بقى طبعا بنسمع اصوات زي ما كانت فرح بتقول، اللعبه بتاع الطاوله، الشيشه، الفرجة على التلفزيون، البلاي ستيشنز، الحاجات دي. فهم بداوا يعملوا ده المين فيتشر بتاع الساوند سكيب. ماشي، هم بقى بداوا يعملوا سب سبيسز. السب سبيسز دي دومينيتد مثلا بصوت الميه، يعني انا لو حطيت فاونتن فيها هيبتدي صوت الميه يعمل يبقى دومينيتنج او ماركينج السبيس ده. تمام، وبعدين الناس بتبتدي تقعد حواليه فيقدروا يتكلموا بشكل مختلف. هي الفكره اصلا بتاعه المسابقه ازاي ان احنا نخلق اماكن عشان الناس تتكلم، يعني هي دي الفكره. جبتوا الفكره دي منين؟ هم الفكره يعني هي دي اللي معروضه من اليونسكو، ازاي نخلق كرييت سبيسز وير بيبل كان توك. هي دي الفكره، ان احنا عايزين كالم زونز، نبتدي نخلق كلم باكتس كده بحيث ان الناس تقدر تتكلم. تمام، طيب يجي بقى السؤال، مين اللي بيقرر البروجكتس، انتوا مثلا ولا الدكتور ندى؟ ولما بتيجوا وبعدين لما بنيجي نقرر بنقرر على اساس الايه؟ اتفضلي يا استاذه ندى بليغ. هو فكره البروجكت استاذه ايه ده، هي مهندسه خلاص. هي فكره البروجكت اصلا هي زي ما دكتور نهى قالت، هي اصلا جايه من اليونسكو اصلا، يعني اللي هو ازاي نخلق اماكن الناس تتكلم فيها. احنا كان علينا ان احنا نختار السبيس، نختار المكان اللوكيشن اللي هنعمل فيه المشروع ده، وانه ازاي يبقى مختلف، يعني انه ليه المكان ده، ليه المكان ده احنا شايفينه انه ممكن يعني يشجع الناس انها تتكلم مع بعض وكده.
او ايه الافكار اللي عندنا. ف بس فاحنا كل اللي احنا عملناه ان احنا بدانا نفكر احنا هنعمل المشروع ده فين. كان عندنا كذا بروبوزل في اماكن كتير في القاهره, مش بس اللي احنا اخترناه وعرضناها طبعا على الدكتور وناقشناها وكده, ويعني اخترناها سوا. وبعدين بدانا بقى نفكر ازاي هننفذ المشروع, ازاي هنخلي ازاي انا المكان ده احوله من مكان ناس بتلعب بلاي ستيشن, ناس بتتفرج على ماتش, ناس بتضحك, ناس بتتكلم, ناس اي حاجه, يعني هيبقى في دايفرستي بتاعه بالظبط, ضجيج كتير يعني بانواعه المختلفه بالظبط. انا ازاي اقدر تنوع بالظبط كده, ازاي اقدر ان انا افصل كل حاجه من دول, بس في نفس الوقت يعني انه لا انا عايز ان الشخص اللي يجي هنا ده مش اللي هو هيجي مثلا بس هيمسك الموبايل او حاجه مثلا السوشيال ميديا او كده, لا احنا جايين هنا عشان نقعد مع بعض, احنا جايين نتكلم مع بعض. وفي نفس الوقت احنا كانت فكرتنا بقى ان احنا نحافظ على الاكتيفيتيز اللي موجوده في المكان, لان اصلا زي ما الدكتور كانت بتقول لحضرتك هو المكان لذيذ جدا, هو المكان الاكتيفيتيز اللي فيه شبابيه زي ما الدكتور كانت بتقول, والناس اصلا بتيجي مخصوص عشان كده, فاحنا مش عايزين نغير ده, بس احنا عايزين ان احنا نركز على فكره انه الناس اللي هتيجي هنا دي هي جايه تقعد تتكلم مع بعض. حلو خالص. مش مهندسه فرح بقى, انتوا لما خدتوا قرار تكوين الفريق اتكون على اساس ايه؟ ده سؤال مهم جدا. وليه ما فيهوش ولا مهندس؟ يعني فيش ولا واحد من زمايلكم الطلبه الولاد الطيبين اللي هم يعني متداس عليهم قوي؟ هو الصراحه يعني احنا ما فيش, لا هو ما فيش ولاد كتير في الدفعه, وما كانش في ولاد كتير بياخدوا الماده, واحنا لما يعني قررنا قسم عماره في شمس ما فيهوش ولاد بقى يعني يا جماعه, يعني هم الاقليه الحقيقه. بس احنا لما جينا اصلا في الاول كنا بنختار الفريق على اساس ان احنا يبقى مكان جنب البيت سهل ان احنا ننزله كذا مره, عشان احنا كنا محتاجين ننزل السايت كتير. حلو. فاحنا كنا الاول اصلا فريق, كنت انا واختي فاطمه كنا مع بعض فريق عشان احنا ساكنين مع بعض, فسهل ان احنا ننزل مكان جنب البيت. وكنا بنفكر في التجمع برضو, وبرضو ندى وهنا وخلود كانوا سوا بيفكروا في مكان ممكن في العباسيه او القهوه اللي احنا نقيناها. وبعدين لما لقينا ان المشروع محتاج فعلا شغل كتير قررنا, والدكتور وافقت ان احنا ماشي ممكن نكبر عدد المجموعه, وقررنا احنا الخمسه نشتغل مع بعض, سنس ان احنا كنا كلنا اوريدي عايزين نشتغل في التجمع. فبقى بس كده يا ما شاء الله. طب انا ارجع لدكتور نور, هيجي دايما سؤال مهم انه يجي يتقال لك طب وايه اهميه الجائزه دي, وتفرق قد ايه معاك ككليه هندسه, وتفرق قد ايه مع الطلبه اللي في البكالوريوس؟ طيب هو ده يرجع لاهميه يعني لها ترتيب, يعني احنا مثلا ترتيب اول ترتيب ثاني, ولا هي خلاص يا فزت يا ما فزتش؟ لا هي احنا خدنا هم الطلبه خدوا المركز الرابع. اوكي. وكان في قبلينا ثلاثه تيمز فرنسويين. بس هي الفكره بقى بصوا لبعض في حاجه من ورا بعض. اصل احنا بقى كنا متخيلين ان احنا هناخد اول تاني تالت بقى, فاهم, حاجات كده كنا بنتعوض. تتعوض ان شاء الله. بس هي فعلا يعني هي اكسبيرينس حلوه ان احنا نخش. هي كمان هي كانت فيديو, فكانوا لازم يتعلموا المونتاج بتاع الفيديو ومونتاج الساوند, وبعدين ننزل نسجل في السايت. فكان في كذا حاجه بصراحه كانت حلو كتير كده. بس هي الفكره بقى بتاعت الساوند نفسها هي جايه زي ما كنت بقول لحضرتك في الاول, ان احنا عندنا في دايمنشنز في التصميم. هو التصميم في كل دول العالم, التصميم المعماري هو مينلي فيجوال. تمام. طبعا. فالمدرسه اللي احنا المدرسه المعماريه اللي كان فيها معمل خيسون ده بتقول لا, احنا مش بس الفيجوال اسبيكت هو اللي مهم, احنا لازم يحصل نوع من الايكويتي بتوين سنسز, وان الفيجن مش هي دي السنس اوف ذا سنسز, ما تبقاش اعلى من بقيه السنسز, لا احنا لازم نرجع تاني نصمم ما يسمى اكسبيرينس. فالاكسبيرينس دي فيها حاجات ساوندز, في حاجات اولفاكتوري, في حاجات بادي ان موشن, فيها حاجات كتيره قوي ليها علاقه بالديزاين, بنسميها اليوزر اكسبيرينس. او ان احنا لما بنخش مكان مثلا انا مش بس بشوف, انا بشوف وبسمع وبشم كل الحواس, ومكان السكيل اللي انا فيه في الفراغ بيبقى مختلف ازاي تاثيره عليا وهكذا. فكل الدايمنشنز دي بتخش في العمليه التصميميه. عشان تدخلها بقى فعليا دي مش حاجه سهله, لان احنا متعودين ان احنا بنعلم ازاي اولاد احنا هنديكم مثلا الارض دي, صمم هولي, طلع لي 3D موديلنج, وبنبتدي ناخد زوايا سواء انتيرير او اكستيرير للفوليوم, فكلها فيجوال. وريني انت ازاي هتقدر في تصميمك تفعل السنسز دي بالظبط بقى. فهي بقى دي كانت النقطه, قلنا ان احنا ازاي في حاجه زي الاوت دور نويز بروباجيشن نعلمهم والله ان انتوا هتسمعوا
وهتنقده وهتعمله انترفنشن بيزد على الكرايتيريا او الساوند كرايتيريا اللي موجوده في المكان. ايه بقى اهميه ده في اليونسكو؟ هو الساوند في حد ذاته بقى دايمنشن كبير جدا. تمام. وبقى في حاجه اسمها ساوند هيريتج، زي ما في الاماتيريال هيريتج، وزي ما في الساوند بيخش في عندي ارث بتاع الصوت بالظبط. ودي ده نوشن مهم جدا بقى موجود دلوقتي. فلما كنت يعني عرفت المسابقه دي ازاي؟ عرفتها لان انا كانت في واحده زميلتي قالت لي لما كنت في يعني كنت في فرنسا، هي كانت زميلتي في نفس المعمل، خريجه نفس المعمل، هي اكبر مني بخمس ست سنين، عزمتني على اتوليه يسمى بونسي انسومبل سون دو لا فيل، يعني بنفكر ازاي كولكتيفلي في الساوندز اوف ذا سيتي. تمام. فده كان في ناس كتير قوي، في ارتست بقى ساوند ارتست، وفي مهندسين معماريين، وفي ناس متخصصين في من كل بقى حاجه. تمام. وبعدين بعد ما عزمتني اتعرفت بقى على الويك اوف ساوندز، واتعرفت على كريستيان اونجوني وقال لي انه هواي نوت ان احنا مصر لازم تخش في النتورك بتاعت الويك اوف ساوندز دي. فموضوع الساوند ده حلو كويس. بصي هو صحيح الوقت خلص، بس بعد سيبنا من الهزار وان انا ما بفهمش قوي في الهندسه، بس انا اللي اقدر افهمه ان اللي انتوا بتقولوه ده لو بدانا نشتغل بيه في تصميمات العماره بتاعتنا في الاوقات اللي جايه وفي المدن الجديده اللي بتتعمل، احنا هنخلق نموذج مختلف خالص عن كل اللي احنا اختبرناه في حياتنا، يعني انا واللي قبلي واللي قبل قبلنا وما الى ذلك. ان انت هتخليني داخل مكان، انا فاكر دخلت في حته وكنت فعلا مستغرب جدا انه بيتحط زي بارفان معين ولا اروما معينه في الفنتيليشن او في التهويه، فانت تخش المكان دايما ليه ريحه مميزه جدا وهي هي كل مره، يعني مش ما فيهاش بتاعه اللي هو ايه المره دي رائحه الياسمين وبعده قرنفل، هي كل مره كانتش يعني رائحه معينه، كل مره هي هي، فبقت جزء من الايدنتيتي بتاعت المكان وبقت عندي في ذهني كده. فاذا عملت ذلك يعني ان شاء الله ان شاء الله ده معناه ان احنا مقبلين على مرحله مختلفه جدا من التصميمات المعماريه اللي في مصر. بس حاولوا تنجكت ولاد قدر الامكان، احنا فعلا غريبه والله العظيم. احنا كان معانا والله ولاد بس هم مش اللي من الاضطهاد. انا بشكرك جدا يا دكتور نهى، كل الشكر ليكي، الف الف شكر. ميرسي جدا على الانفيتيشن. ندى وفرح نورتونا، وتمنياتنا ليكم بالتوفيق، شدوا حيلكم قدر الامكان، ما تضطهدوش الاولاد للدرجه دي. شكرا جدا ليكم على المتابعه، لو كلنا العمر هنتقابل بكره ان شاء الله برنامجكم التاسعه ودقايق هيكون موجود معاكم كريم رمزي طبعا، هيقعد بقى يكلمنا عن الماتش بقى كلام محدش هيقدر يفهمه غير كريم وضيوفه وتحليلات وما الى ذلك، دقايق ورقم 10. سلامات.